عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات آخر عنقود. النهاردة هصور لكم حاجة جديدة من نوعها. مادام بقى الصيف دخل علينا وكله هيصيف، فأكيد كله عايز مايوهات للأطفال اللي عنده، وكمان عايزين مايوهات للكبار. موجود عند ورب الكعبة. أنا قعدت في الأرض وربعت لكم بقى، عشان مش هينفع خالص أوطي وأنا بوريكم الأشكال دي. الأشكال دي بصوا، مكتوب 135 جنيه. طب 135 جنيه يا عم أبو حسن، بيبيعوا ب 150 جنيه. طب ماشي، لا ما تاخدوش الخامته كده، ما تاخدوش اللي خامته كده، هوريكم خامات تانية. لا لا لا، في خامات انا مسكتها تانية. ايوه دي بتاعت المايوهات اللي احنا نعرفها اهي. بصوا ب 150 جنيه اهي. بصوا القمر ده ب 150 جنيه. القمر ده قمر مقاسات، تمام. دوت اللي بقول لكم خامته حلو قوي، خامت المايوهات بالظبط. بصوا بقى كل واحد بيبقى مكتوب على الكيس والله السعر بتاعه الحقيقي. 175 جنيه اهو سعره، عشان ما يرجعوش حد يرجع في التعليقات يقول لي انت مصوراه ب 135 جنيه دعاء، وهو مكتوب عليه 135. صوره ب 150 وهو مكتوب عليه 135. اللي مكتوب عليه 135 ده ما حدش ياخده، الخامه بتاعته مش حلوه. اللي خامته حلوه ده 175، وفي حاجات اغلى من كده في 200 وشويه، يعني ده مكتوب عليه 205. تمام الشكل اهو، ونفس الخامه. هوريكم برده شكله من جوه. هتلاقي هنا على الارض في مقاسات كبيره، مش كلها صغيره، بس انا من حظي ليه مش عارفه اطلع الكبير بطلع الصغير ليه. ده شكله، شكل البوست بالظبط اهو. بصوا الولد لابسه اهو، تمام. عايزه اظبطها لكم عشان تشوفوها. بصوا ده اهو نفس الشكل. بصوا ده ب 205. 205 عباره عن شورت، والتيشيرت بتاعه يعني مش ماسك في بعضه، تمام. قطعتين هنشوفه برده مع بعض على الحقيقه. بصوا دي الرسمه بتاعته اهي على الحقيقه اهي. بصوا ركزوا معايا، الرسمه اهي الطبيعه ب 205، بيبيعه هو ب 150 على الحقيقه اهي. بصوا ده جميل يا لهوي يا جدعان، ده قمر قوي ده. بصوا قمر، هوريكم شكله على الحقيقه بقى. بصوا الخامه دي خامه المايوهات بقى، خامه المايوهات اللي انتوا عارفينها واللي انا عارفاها، دي اللي فيها لمعه دي، مش اي خامه خلاص. ما تفرحوش بالمقاسات، انا بديكوا والله العظيم الاشكال اهو ب 150 جنيه. بصوا القمر ده والله ب 150 جنيه، مكتوب عليها 205 والله بس ممسوحه انا شايفاها. بصوا شكله قمر ازاي برده ده اهو. بصوا شكله قمر ازاي، وركزي في الشكل عشان هوريه لك. هو دلوقتي مفروض اهو، الخامه بتاعته جميله جدا، خامه المايوهات اللي احنا عارفينها كلها ب 150 جنيه. انا سالت عليه في المصيف السنه اللي فاتت، قال لي بسعر بمبلغ وقدره كده في مكان اللي انا بصيف فيه. كنت عايزه اجيب واحد بس قلت لا، السعر صراحه ما عجبنيش خالص. عايزه كيسه فاضيه؟ لا سلوبيتها مقاس 6. لو معايا مقاس 6 لما افرد من اللي انا فردهم اشوف لك. حاضر، لو مش عارفه اجيب مقاس 6 ولا اخد شاي. من اوعاد اخر العنود. انت عندي، اهلا وسهلا، نوراني من غير حاجه. بصوا يا جماعه شكلها قمر، قمر شكله جميل. بصوا بقى تعالوا نفرده. انا كل اللي افرده بطلعه لها في الكيس تاني، بس ده مقاس كبير بقى، كبير صغير ب 150 جنيه. بصوا يا رب يكون موجود الحاجه دي يوم الخميس الجاي. وبرده في محل في شبرا ان شاء الله يبقى نصور معاه ونعرفكم المكان اكتر، بالنسبه لاهل شبرا لو حابين يروحوا. بصوا ده شكله على الحقيقه اهو. ده بالنسبه بقى لاشكال ايه الاطفال على الحقيقه، جوه اهي واهي الصوره بتاعته، كل اشكال الاطفال. بصوا القمر البنات دي، دي البنات دي جميله قوي، مكتوب عليها 175 جنيه. مش عارفه عندي فضول ان انا افتحها، لان انا بحب الكرتون ده قوي. بص على الحقيقه، لا ده احلى من الصوره بكتير. عندك واحد ولاد ما شاء الله، دي جميله قوي بنوته. بنوته بصي قمره 150 جنيه، بس ده مقاس كام؟ مقاس كام ده؟ مقاس 2. مقاس 2. بصي القمر يا ناس ما شاء الله، نفس الصوره. بصوا معاكي واحده زي دي، بصوا نفس الصوره. هي دي. بصوا في مايوهات اهي ثانيه اشكال مختلفه، كل دي كده اشكال المايوهات اللي انا بفتش لكم فيها. انا كده بوريكم الاطفال، لسه ما اوريكمش المقاسات الكبيره. المقاسات الكبيره سعرها احلى بكتير، وكمان قطعتين يعني مايو شرعي شرعي.
كل مايو مختلف عن التاني بالديزاين بتاعه. بصوا الديزاين ده انا وريته لكم على الحقيقه وفردته. بصوا ده برضو انا وريته لكم، ده كده القط، ده كده شكل تاني. بصوا ده القمر ده، بصوا القمر ده ب 150 جنيه. بصوا ب 150 جنيه، ب 150 جنيه. انا مش عايزه اطول عليكم هنا في الاشكال دي عشان اوريكم الكبير. بصوا القمر دي، بصوا ده المقاس الكبير الشرعي ده ب 250 جنيه. بصوا بقى طوله لغايه فين، طيب عامل زي الجلابيه بالظبط، ومعاه البنطلون بتاعه. هو اللي معاه البنطلون ده بتاعه معاه تربونه ولا معهوش؟ معاه تربونه؟ اكيد معاه تربونه. طب شوفي كده مقاس كبير يا يوسف كده معاه التربونات اهي. اه التربونات اهي، يعني ثلاث قطع، ثلاث قطع ب 250 جنيه. شوف لنا واحد مقاس كبير كده الجلابيه. اه 250. بصوا عايزه اوريكم بس المايو، بس المقاس الكبير ده اللي هو ليه قصه. ثواني بس هصوره ليه قصه. بصوا زي ما انتم شايفين وليه كورنيش من تحت، وده ب 250 ومعاه بنطلون وكمان التربونه بتاعته، يعني ثلاث قطع وحزام كمان. انا كنت معاكي صوره، فين هي الصوره؟ الصوره، الصوره بتاعته. بصوا اهي دي صوره المايو اللي انا لسه مصوره لكم دلوقتي. بصوا اهي دي صورته. بصوا ده ال، بصوا ده الشغل بتاعها اللي على الصدر، ولا ما واضح كان واضح وانا بصور لكم على الحقيقه. وده الحزام، وده شكل الكورنيش بتاعه، وده البنطلون، وكمان معاه التربونه. يعني ده كده 75 الشوط الرجالي. فين بقيته اللي معاك ده؟ ايه ده، ده خامته ايه؟ ده جبردين ده ولا خامته ايه؟ ده الشورت ب 75 جنيه. الله حلو قوي، هواوي ده برتقاني ايه؟ يمشي لا على البلاش، اتشيك جوزك على طول منك بالشورت ده. لا وريني وشه حلو ده ليوسف. هو ده جميل قوي قوي، ده جميل قوي ده، شيك جدا و 75 جنيه. امشي حافي يا بنت، امشي حافي 75. مقاسات على فكره، تيجوا تلاقوا كل المقاسات اللي انتوا عاوزينها 75. انا عايزه اكمل المايوهات، عايزه اشوف كام شكل مايو. عندك القطع بتاعته نفردها؟ ماشي. بصوا ده مايو، استنى ابينه لكم. ده شكل مايو جديد، شكله لذيذ. بصوا الطريق ماشيه كده، ده الجيبه، ده البنطلون. استنوا بقى نوريه لكم على الحقيقه. ده طلع سلوبات، ده طلع سلوبات يا ماما. ماشي عليها والنبي يا مدام، ده عايز محير، عايز سن محير. والله هتلاقي الالوان والموديل عليه. اه عايز سن محير ده. عايز سن محير يا امي. ده السلوبات هيجي كده، هيجي مش سلوبات بنطلون، هيجي بتاع ده. اه برموده. عايز 14 12 سنه بالكتير قوي. هنقفل الفيديو على كده يا جماعه، اقول لكم تواضعكم والله على القمر. الحاجات دي بجد قربت تخلص وانا قاعده. بصوا والله العظيم ما زلت قاعده مربعه في الارض. الله اكبر، ربنا يبارك للي خد من الحاجه دي ب 150 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم على خير. في منه مقاس كبير؟